ايش صوتها؟ والله في صوت غريب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. انا عبد العزيز فايز، موجود حاليا في جبل الحمام او بيجن ماونتن شمال ولايه جورجيا. قبل فتره كنت اتمشى في المنطقه هذه وبالصدفه لقيت كهف، او مو كهف، هو نفق قديم كان يستخدم في 1800 حق للقطارات، وجاي اليوم عشان استكشف المكان. بدخل جوه واشوف. تابع معي ان شاء الله تستمتع. لقيت شباب قبل شوي كانوا هنا علموني وش المكان هذا، لاني جيته قبل كذا وما ادري وما عندي اي خلفيه ايش هو المكان هذا. فطلع ممر القطار، فخلينا ندخل نستكشف ايش في جوه. زي ما انتم شايفين ها مليان مويه، ما عندي اي فكره الصراحه كم بعد الكهف. يوك المويه بارده، شكلها قاعده تمطر جوه. ايش هذا؟ هذا كأنه رماد. والله مكان جميل. الله، انا ماني عارف انتم شايفين شيء ولا لا. والله المكان قاعد يصير مخيف اكثر واكثر. اوريكم المدخل وين. شايفين النقطه البعيده هذيك؟ هذا المدخل. قدام ما تشوف ولا شيء نهائيا، كهف مهجور. ممكن يعني الحجار اللي فيه هذه مي ثابته مزبوط. انقطع تيار الهواء تماما، صار حر. يمكن ابعدت الحين في الكهف، لكن ان شاء الله الحين نشوف الجهه الثانيه. ابغى اشوف بس الجهه الثانيه وين تطلع. ايوه هذا الجهه الثانيه، وصلنا مدخل الجهه الثانيه. ايوه هذا المطلوب، هذا قديم واضح. شوفوا الحجر كيف، ايش في الخرم هذا؟ واحد ثاني. ايش فيها؟ وغير العنكبوت، يا لطيف يا كثر شبكة العنكبوت. سبحان الله حر في الجهة هذه. الله، هذا المدخل الثاني. كهف جميل، سهل وسريع، ولا في أجمل منه. شوف شو هذا، واضح أنه كان مقفلينه بس في أحد فتح الشبكة هذا. شوف مفتوح، شوف من هنا ما تشوف ولا نقطة ضوء جوا. بعيد فيها يمكن نص كيلو ولا حاجة. خلينا نشوف أول إيش في جوا هناك. يا ولد بعيد، خلاص خلصت برجع. يا أخي حر هنا، يا أخي من الجهة هذيك أبرد بكثير سبحان الله. خليني بوجه طريق الرجعة ونشوف كيف النظام. شوف سبحان الله كيف جمال المكان. كان جميل يا أخي، مخيف بس جميل.
يلا روفس حبيبي على الصدق. السقف كيف؟ واضح قديم مرة. قطع الحديد هذه بدها تطيح. المدخل الأول هو المدخل الثاني يا دوب تشوفه. ظلام دامس أعوذ بالله. لو أعطيكم فكرة عن الظلام كيف ولا تشوف شيء نهائيا. إيش هذا؟ أخي في مادة غريبة على الحجر هذا ما أدري وش. إيش هذا؟ والله ما أدري وش. ذكريات. الكاميرا كسرت شيء؟ لا لا تمام يا عم. الجو برو يا زينة ما تقول أح. الحين النهر هذا من وين يجي يا أبا أعرف أنا؟ معقول هذا هو؟ كيف الملاحن غير لون الجبل عشان كذا المويه زي الثلج وهي نازلة من هنا. شوف سبحان الله كيف من وسط الحجر تطلع. سبحان الله زي الثلج مويه بارده. الجبل كنا مصدي. ايش هذا؟ ايش العنكبوت؟ مويه تمشي هنا. وأبغى الطريقة الحين أعبر عشان أصل هناك بدون ما أعدي فوق المحيط هذا. كيف؟ خلنا نشوف الجهة هذيك. إيش صوتها؟ والله في صوت غريب. ممكن يكون خفاش. البحيرة هذه مو بتمشي عليها بس يا أخي باردة مرة. أحاول أمشي كذا على الجنب. نقطة موية ولا حجرة طاحت ما أدري. لما جيت هنا أول مرة أنا لما لقيت المكان هذا بالصدفة ما كان يمديك حتى تمشي هنا غير سباح على أنها لها يمكن تقريبا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ما مطرت. ف يلا خليني أركز الحين على الطلعة من هنا. شيك العدة أهم شيء. العدة لا تخرب. العدة أهم شيء. في شيء حي هنا ينقص شكله ضفادع ولا شيء. الزبدة هذا الكهف اللي ما أدري وش اسمه صرنا كهف جميل. وإلى المغامرة القادمة إن شاء الله ونشوفكم على خير. السلام عليكم.